طبعا راح يمرر مطلب السيد الصدر أو راح يظل محط خلاف واختلاف. أنا ما أعتقد أنه فقط هو مطلب السيد الصدر، لا حتى هو لا اليوم مطلب السيد الصدر، ما أقدر أقول الإطار طالبة، لا لا هو هو فوق مطلب لسماحة لا السيد، سيد، واللي عفوا قدم المقترح نائب عن التيار. مع جل احترامنا لسماحة السيد مقتدى الصدر، لكنه ذكرتي في بداية الحلقة أنه السيد رئيس الوزراء في مجلس الوزراء أقروها، وإحنا تحدثنا أنا بإطار أتحدث عن الممنظمة. البرلمان. نعم، أنا أتحدث أيضا، إحنا طلبنا قبل أن تعقد جلسة في يوم الغدير، وتغريدات موجودة وتصريحاتنا موجودة زين. قبل يوم الغدير في العام الماضي، طلبنا من السيد رئيس الوزراء ومجلس النواب أن يكون هذا يوم الغدير. فمطلب السيد الصدر هو مو البكر الأصيل، يعني هو مو أول واحد طلب، جمع غفير من الأخوة من سيمرر إخوانه. أم لا؟ هذه يعني أعتقد أنه تخضع، قد التوقيتات غير تكون مناسبة، قد يعني التوصيفات، لن يمرر. إحنا لا 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 ما أعتقد لن يوم. عندنا إشكالية أكبر، إشكالية اختيار رئيس مجلس النواب هي أولوية ضرورية حتمية. زين. صحيح عيد الغدير ونؤمن به وبالتالي طلبنا هذا، بس هناك مهم وهناك أهم، الموضوع استقرار البلد. إذا أجى رئيس مجلس نواب يستقر البلد، وأنا أعتقد أنه هو جاهز رئيس مجلس النواب وحاضر، وأطلب من خلال شاشتك يعني قناتكم الموقرة لكل أعضاء مجلس النواب الموقرين، ادخلوا إلى قبة البرلمان واختاروا من هو الأكثر هدوءاً والأكثر هو تناغماً. منو برأيك؟ يعني انت بدك تحرجيني، بس انا اعتقد مو لا ما بيها حرج، انا رجل يعني اعتقد انه كرجل واضح، ما أعتقد اعتقد الاستاذ موضوع حرجك. سالم العيساوي هو الاكثر الاقرب لكل اخوانه من هذا يعني الكتل الإطار السياسيه. متفق على السيد سالم. ليس كل الاطار، هناك وجهات نظر اخرى محترمه كذلك، وهناك وجهه نظر الاخوان يقولون يعني اغلبيه العظمى مع من ياتي لكي يستقر البرلمان. المشكله ابعاد اخونا الشيخ سالم انه لانه من الانبار، في حين الرجل ما لنا علاقه انه عنده كتله سياسيه قد يتقاطع معها الاخر، انا اتحدث عن شخص، عن اداء شخص. هذا الرجل يستطيع ان يعبر هذه المرحله ويكون البرلمان بوجوده اكثر هدوءا، وأكثر اكثر فاعلية. نتاجا. نعم وأكثر فاعلية، لأن البرلمان واكثر لا فعال. نشوف عنده انا اللي اقول استجوابات ولا نشوف مراقبات بالفترة نعم، الأخيرة، لذلك انا اقول وهذا يثير استغراب. دور اخونا الاستاذ محسن المندلاوي، لا نقلل من هذه الاهميه، جزاه الله خيرا، بس الحسم يجب ان يكون باسرع وقت حتى لا نذهب الى ساحات من الصراع واضح والسجالات. واضح نعم. خلي